حضرتك كلمينا عن الاسعار، الخضروات عامله ايه؟ والله الاسعار غاليه واحنا مش عارفين نجيب خضار خالص، والاسعار غاليه. الناس بتشتري؟ لا مفيش حد بيشتري دلوقتي، على خفيف خالص. عشان الطماطم طبعا الكيلو ب 10 جنيه وب 8 جنيه، مين هيشتري طماطم؟ ايه اكتر فاكهه بيتميز بيها الوقت ده عن غيره؟ سيادتك الرمان بيتميز دلوقتي، والكاكا يجي بقى الموسم بتاع التين يمشي، والبرتقال العصير برضو يمشي، يجي يطلع الجديد بقى اللي هو الاخضر الميه بتاعته بتبقى قليله، وسيادتك البلح الزغلول الموسم برضو بتاعه، العنب يمشي، تنزل بقى الفراوله، بس المنتشر اول الكنتالوب والبرتقال والاستفندي. طبعا البتنجان غالي والحاجه غاليه، احنا مش عارفين نبيع ولا نشتري، يعني كيلو ب 6 جنيه، كيلو بتنجان ب 6 جنيه. يعني انا النهارده لما اجيب 2 كيلو اعملهم محشي طبعا بيبقى غالي، الزبون ما بيرضاش ياخد، عشان كده احنا بطلنا نجيب الخضار يعني على خفيف. بالنسبه للاسعار في البدايه بتبقى عامله ازاي؟ في الاسعار اي حاجه بتطلع الموسم بتاعها بتبقى غاليه، بعد كده بتنزل وهي ماشيه بتغلى. يعني المانجا العويسي اول ما نزلت نزلت ب 12 جنيه ب 13 15، تيجي بقى سيادتك 25 30 اسبوع وتمشي بقى توصل 35 جنيه وما يبقاش فيها موجوده، عشان خلاص بقى الموسم بتاعها خلص. طب الاقبال بقى اخباره ايه؟ لا الاقبال ده ما فيش اقبال خالص، الاقبال ضعيف جدا، في ركود جامد جدا في خضار وفاكهه، الجو تعبان قوي. طب حضرتك شايف ده ليه؟ بيقولوا عشان الانتخابات والاجازات والدنيا دي كلها، دخول مدارس، خروج من عيد، الاقبال ضعيف قوي قوي قوي. مش عشان الاسعار؟ لا لا مش عشان الاسعار. حضرتك شايف كل حاجه، لو الجو تعبان مثلا الاسعار مثلا اللي عند الفاكهه غاليه، لكن ده ركود في كل حاجه، كله بيشكي. لا ارتفاع الاسعار، اول الاسعار هي كانت الخضار كان بالنسبه كانت القوطه غاليه جدا، فطبعا محدود الدخل مش هيعرف يجيب كيلو قوطه وكيلو يعني طبق سلطه هيكلفه 15 20 جنيه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم ما هو الفاكهه بسم الله ما شاء الله رخيصه مش غاليه، بس برضه الاقبال بتاعها ضعيف. حضرتك شايف ان الاسعار كده مناسبه ولا محتاجه تتغير؟ لا مناسبه، مفيش حاجه غاليه بما يرضي الله، مناسبه كل حاجه على الثمانيه. ممكن هنا في الدقي انا بقول لك عندي عنب بلدي ممكن ب 6 جنيه، عندنا صفت عنب ب 3 جنيه على قد حاله ما رضوش ياكلوه هنا. حضرتك قول لي ايه رايك في اسعار الخضروات؟ نار طبعا، مولعه نار طبعا. اللي حضرتك دلوقتي الموظف مرتبه 1500 جنيه، متخيل يقعد معاه لاخر الشهر لما يجيب كيلو خيار ب 4 جنيه، ولا يخش يجيب كيلو لحمه ب 90 جنيه ولا ب 80 جنيه، فده حرام طبعا. والله الاسعار غاليه جدا، يعني انا مش عارفه الناس عامله ايه في الاسعار دي، هي ارتفعت جامد يعني، لكن انا بالنسبه لي يعني بقدر اجيب الحاجه بجيبها مضطره يعني. يا مش مرتفعه قوي يعني، هو بس الحر اثر طبعا شويه. القوطه لغايه دلوقتي ما نزلتش يعني، صح نزلت من 12 ل 8 بس كتير قوي برضو ب 8، يعني الموظف ده بياخد كام عشان نجيب كيلو قوطه وكيلو باميه ب 15 جنيه؟ طب حضرتك شايف المفروض يحصل ايه؟ المفروض ان الحكومه تحس بالناس شويه بس. طب بالنسبه للفاكهه؟ لا الفاكهه احنا عشان فاكهه غاليه فما ناكلهاش، يعني الواحد بينزل ب 100 جنيه بيطلع من غيرها، ولا بجيب منها لحمه ولا فرخه ولا حاجه، يعني في حاجات غاليه ما ينفعش ان انا اجيبها يعني.